السلام عليكم شباب حبايبي، شلونكم؟ شلون الصحة؟ طبعا كل عام وانتم بألف خير، ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية والأمان علينا وعلى أمة محمد. شباب اليوم رجعت لكم فيديو جديد وحصري بلاي ستيشن 4. بهالفيديو راح اشرح عن طريقة تسجيل الدخول اوتوماتيكيا تلقائيا يعني في بلاي ستيشن 4. اذا كان عندك اكثر من مستخدم وتريد تدخل مباشرة بالجويستيك الاول اللي هو اليد الرئيسية وحدة التحكم، فكل ما عليك انه تروح على الاعدادات بعدين على إدارة الحساب، عفوا إعدادات الدخول، وهنا ندخل أوكي صح، راح يسجل دخولك أوتوماتيكيا. طبعا راح من تشغل الجهاز راح يسجل بالجويستيك اللي هي وحدة التحكم اليد الأولى، راح يسجل دخول أوتوماتيكيا. يبقى عليك أنه فقط تشغل اليد الثانية أو تلعب. شباب أتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسوا تسووا لايك واشتراك وتنشر الرابط، واللي عنده أي سؤال استفسار اكتب لي بالتعليقات، إن شاء الله أرحمكم.